مدد مدد مدد، كل يوم بيموت شهيد لابد غيره يتولد. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أمنية مصرية. النهاردة شيع الآلاف من أهالي قرية سيحم التابعة لمركز الصنطة محافظة الغربية جثمان العقيد أركان حرب أحمد الجعفري الله يرحمه، اللي يستشهد في سيناء خلال العملية الشاملة 2018. هو أحد الأبطال اللي طهروا جبل الجلالة. النهاردة محافظة الغربية بكل قيادتها التنفيذية والشعبية قامت بتوديع البطل إلى مثواه الأخير. كان الشهيد الجعفري ملقب بصائد التكفيريين، الله يرحمه. احنا نطلع نشوف الجنازة ونرجع لحضراتكم تاني. الله يا عبد الوعد وعد، عقول لك وانت خابر كل القضية عاد، ولسه دم خاير ما شرباش التراب. الشهيد لا يموت، الشهيد بيعيش معانا بروحه وبطولته والتضحية اللي بيقدمها لنا. دايما بتكون رسالة ان البلد دي محمية ومحروسة بولادها. احنا الشهداء في بلدنا كل يوم بيضحي من اولادنا عدد منهم، وفي نفس الوقت نلاقي شباب